مرحبا يا زعيم. طب لسانك ولا؟ طب لسانك ولا تحكي مع زعيمنا هيك؟ وعرف حالك مع مين عم تحكي ولك شكري؟ خلاص ولا؟ صوتك طالع كثير بهاليومين وجاي على بالي اخفي لك يا ولا بعينا كمال بأمر الزعيم. شكري اليوم بالذات ماني قادر استحملك، اتكل على الله روم من هون لأنه ممكن يصير شيء رب العالمين ما بيحبوه. وإذا ما رحت أمنت بالله على النهار. أنا عندي كلمتين بدي أقولهم وبدي إياكم تسمعوني منيح كتير يا أهل حارة اللوز. أنتوا عينتوا نوري زعيم غصب عني، مع أنه أنا حق وأولى بالزعامة، لأنه الزعيم أب شكري كان أبي إلي مو أبو لنوري. مع ذلك سكتنا، سكتت وكسرت على أنفي شوال بصر على أساس نوري بدي يقتل عبود الشامي بدي أخذ بيتار أبي. بس شحوا عبود، شحوا عم يسرح ويمرح على كيفه. باي هي الزعامة تبعيتك يا نوري؟ هاي هي الزعامة؟ الزعامة إنك تقعد بالمضافة تشرب شاي وقهوة؟ مو هيك الزعامة بنوب؟ يا ابني يا شكري لا تزيد على الزعيم أبو فاضل الله يرضى عليك. بدي أحكي شيخي، بدي أحكي حقي إنه أحكي وبدكم تسمعوني كلياتكم. الزعامة يا نوري إنك تحمي أمن وأمان الحارة اللي أنت زعيمة. بس شوفت عينكم يا أهل الحارة، كل يوم في مصيبة جديدة عم تصير بالحارة، وكل يوم في دكانة جديدة عم تنحرق بالحارة، وزعيمكم قاعد ببيته. هي دكانة الدرويش أب فهمي انحرقت. لك لك فرنك أنت ذات نفسك يا نوري انحرق، والدور جاي عليكم كلكم، لأنه عبود الشامي مو ناوي على خير بنوب، مو بس بده ينتقم من نوري ومن أب فهمي ومن أب شمال وأب يونس، بده ينتقم منكم كلياتكم. اسمع نوري، معك من هون لآخر رمضان. إذا عبود الشامي ما بينقتل بدك تسمح لنا بالزعامة، لأنك بتكون مالك أهل إلا بنوب. أنا اللي عندي قلته، معك من هون لبعد رمضان. يلا شرف على المضافه. يلا روح روح يا جمال، خلي واحمد اذا جينا نادي احمد. ايمتى الحقيقه بدها تنكشف وتعرفوا انه عبود رجال مليح وشام وبيحبك يا نوري؟ وإيش بدك بيسوي لك؟ بحارب الدنيا كلياتها مشانك. يا ريت فيني بق اللي بقلبي، يا ريت. طول بالك زعيم، طول بالك. شكري وبتعرفه يا زعيم، الله يهديه لسانه متبري منه. اي والله انت زعيمنا وما منبدلك بكنوز الدنيا، وهذا شكري عم بيقطش ويلحوش، لا ترد على كلامه. لا يا ابو احمد، اللي حكاه شكري مزبوط، انا مو خرج الزعامه، بدي منكم تختاروا غيري زعيم للحاره. شو هالحكي اللي عم بسمعه زعيم؟ مثل ما سمعتني مختار، هذا آخر كلام عندي. أنا الزعامة ما عاد بدي إياها. أنا لا قدرت أحميكم ولا قدرت أحمي حارتي. السلام عليكم. لا حول ولا قوة. حسبي الله ونعم الوكيل. العمل عم يصير. زعيم
شو أسوي أنا؟ أرجع على دمر؟ لا، روح وقف على إيدين الشغيلة بالفرن. أنت صرت أجير عندي هنيك. زعيم، أنا ما عاد زعيم يا يعقوب. رجال في المحك يظهر معدنه وبيبان، كتر الشوك ما بيغطي ريحة ورد جوري. خير عمتي؟ شبك؟ شبك أمي؟ يرضى عليك قلي في شي؟ ما في شي أمي، ما في شي. أخي أنت قلي شبك؟ عليم الله بروح بفديك. لك ما في شي، كيف صباحيتها؟ الحمد لله. شلونك يا عروس؟ الحمد لله منيحة زعيم. اي والله العظيم انا بلشت ارتعب، اكيد في شيء. يا مولاي الله يرضى عليكي، فوتي لعن جوزك وافهمي منه شو القصه. اوام تقبري. يلا 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 عمي، يلا اوام. خير الله ما جعله خير. شو امي؟ قولي على طول. والله العظيم عمك بيبتسم والدمع عم بتغرغر بعينه. الله والله احد. الله مصطفى. شبك تقول مرضى؟ تعبان شي؟ اي والله تعبان يا ليلى، تعبان كثير. شو اللي متعبك؟ ما بعرف شو بدي اقول لك. اللي قلك قلي يا تاج راسي، قلي يا زعيم. تاج راسك ما عاد زعيم. شلون يعني؟ نزلت عن الزعامة اليوم، يعني رجعت معلم فران. ايه وحدا 60,000 جهنم. بس انت ما تتضايق يا نور عيوني. اوعى تخبريهم دغري. انا بعرف كيف خبرون. الجماعه فرحانين بفارس وما بدي انزع فرحتهم. امرك بالله. اعطيني فاضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نيالك يا ابني، نيالك، لأنك راح تعيش بزمن ما فيه الفرنساوي وما فيه واحد مثل عبود. ما فهمت عليك، تقبرني. عبود كسر لي شوكتي يا فاضل، قدر ينزل راسي على الأرض قدام كل أهل الحارة، وأنا ما بنكر. عبود طلع أرجل مني وقدر ينتصر علي، وأنا فشلت بإني أخذ دار عمي. طلعت صغير كتير قدام شكري وقدام كل أهل حارة اللوز. ما تقول هيك، انت كبير وكل عمرك رح تضل كبير. لا تخافي علي يا فاضل، خليلي اياك يا رب. لازم نطلع ونخبرهم، اولتها واخرتها لازم يدروا. مثل ما بدك بلا. معلم فكري، معلم فكري. البشارة، البشارة. خير زكور؟ شوفي ابن عمك نوري مات؟ لا
لك لو ميت احسن له من الشيء اللي صار معه. ليش شو صار معه؟ تنازل عن الزعامه. انت عم تحكي عن جد لك زكور؟ لك جد الجد، واذا مو تصدق روح انزل على الحاره. بعيد بعيد لك، بعيد بعيد. وينه القمر غايب لهلا؟ طولت علي. لك يا ابو سليم، يا ابو سليم حرام اللي انت عم تعمله، حرام تشرب بهي الايام الفضيله. عم اقول لك بكره اول يوم رمضان، ما بيجوز هيك. خلصي ولك، شو جاي تعلميني شو بيصير وشو ما بيصير؟ لك يا رجال، انت ما بتخاف من ربك؟ عم اقول لك بكره اول يوم رمضان وانت حاطط هالمشروب وقاعد عم تشرب. يا عمى بعيونك يا عمى، والله طولان لسانك مو طولان؟ لا طولان، لا وفوقها عم تعلي صوتك بوجهي. لا لا مو طولان لساني، بس انا عم بحكي مشانك، لازم تخاف ربك يا رجال. ايوه عم تحكي مشاني، ولازم انا اخاف. على ابو سليم ما يخاف عليك.